السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بشرح لعبة اف بي اس جديدة صدرت حديثا واسمها لوكال وورفير بورتيبل. اللعبة ايضا بها خاصية المالتي بلاير، سينجل بلاير، وايضا هناك مشاهد اونلاين كامينج سونج. هنا في السيتنج سوف نرى الاعدادات او شاهدوا الجرافيكس كيف يصل الى، نشاهد هنا، يصل حتى الى ال2K. نعم جيد، نختار فقط هنا 1080، وهنا في الجرافيكس نختار الترا، هنا في الاف بي اس يصل الى حد 240 اف بي اس، نختار فقط هنا 60 اف بي اس، ونختار هنا فقط فيري هاي على هذا الشكل. الان نقوم بالرجوع ونختار هنا سينجل بلاير هكذا ستارت. الان سوف نبدأ هذه اللعبة. شاهدوا الاف بي اس، هناك من يسدد، ايه او الاف بي اس جيد. اي علي بالحذر، قم المرور من هنا. بسرعة كما تشاهدون، قد قضى علي بسرعة، لا بأس. هي الآن سنعيد الكرة. هيا هيا أيكم بالحذر، اللعبة صعبة كما تشاهدون. حجم اللعبة أيضا مناسب، والجرافيكس الخاص باللعبة جيد. سوف أقوم بتصوير الفيديو بتقنية 60 اف بي اس حتى تروا الجرافيكس الرائع. هيا نقوم بالمرور، أيكم بالحذر، وتشاهدون الاف بي اس عالي. قم بالصعود من هنا، هيا هيا عليها بالحذر، لا شيء هنا، هنا في الأسفل. أوه لا شيء هنا، أين أنتم؟ هيا نقوم بالذهاب من هنا، والجرافيكس رائع، لا شيء هنا، ولكن عليكم بالحق. هناك هناك هناك، شاهد. قضيت عليه، كنت أخطئ، كان أيضا هو أيضا ينتظر. هناك العديد ولكن مختبئون ينتظرون قنص أي شخص. عليكم بالحذر، شاهدوا، لا شيء هنا، هنا أيضا لا شيء، غريب. أعتقد إذا قفزت سأموت. قم بالنزول عبر يعني الطرش أو السلالم. هيا جيد، الثاني قضيت عليه. كما تشاهدون يختبئون هم أيضا. هيا الأمر من هنا. الآن لم أشاهده. كما قلت لكم عليكم بالحذر، لأن هناك العديد من المنافسين يختبئون. هيا لكن لا بأس، قتلت اثنين في أول جيم بلاي خاص بي، هذا جيد. أعتقد لا أجد شيء. لا شيء، كم تشاهدون هدوء يسود هنا، ولكن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. نقوم بالمرور من هنا، هو قضيت عليك، كنت تختبئ هنا. لا شيء هنا، أين يسدد؟
سمعت صوت الرصاص؟ أين؟ سمعت صوت الرصاص ولكن لا أعرف أين أمر من هنا. لا شيء، هيا نقوم بالصعود للآلة. لا شيء أيضا، سمعت صوت الرصاص من هذا الجانب أعتقد. أو ممتاز، كما تشاهدون لقد يعني فزت أعتقد في هذه الجولة. ممتاز صراحة، اللعبة تستحق التجربة. سنرى رابط اللعبة أسفل الفيديو، عليكم فقط بتجربتها. الجرافيكس والاف بي اس رائعين. أوه، بدأت أعتاد على هذه اللعبة. أين؟ ممتاز، آخر جولة. ممتاز، قضيت عليه. هناك شخص ما أيضا كان يسدد مع الرصاص، أعتقد أنه قتله. أوه. زوم، تعال، ها هو شاهد. أوه. بسرعة. أوه، قتلته بصعوبة كما تشاهدون، بصعوبة. الفوكس أيضا جيد في اللعبة، قضيت عليه بصعوبة. أوه، اثنين، جمعت 200 نقطة. جرافيكس ل اف بي اس عالي. ممتاز، كما تشاهدون اللاعبون لا يظهرون كثيرا، ولكن عليك من أن تكون متأهب في أي لحظة. أوه. ممتاز، سأقضي عليكم. جمعت 400 نقطة، رهيب. الآن اللعبة أصبحت ممتازة وسهلة بالنسبة لي. أوه، صوت الرصاص أيضا. أين؟ هناك. أعتقد سأكتفي بهذا القدر لكي لا يطول الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. اللعبة أوفلاين، وأيضا هناك يعني خاصية الأونلاين ستأتي قريبا. لا تنسوا الضغط على زر لايك، وإلى اللقاء في فيديو آخر.